الجيش الأمريكي يعلن منع كل طائراته من نوع أوسبري من التحليق. القرار جاء بعد كثرة حوادث الطائرة المميتة، آخرها حادث سقوطها في اليابان الذي خلف 8 قتلى. الجيش الأمريكي قال إنه فتح تحقيقاً في الحوادث، مؤكداً أن أسطول الطائرات لن يحلق حتى يتم التوصل لحل للخلل الذي يتسبب في سقوط الطائرة. أوسبري سجلت حادثاً في اليابان قتل فيه 8 عسكريين، وحادثاً آخر قبله بأستراليا في أغسطس أسفر عن مقتل 3 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية المارينز. وفي 2022 قضى 4 أشخاص في النرويج بعدما كانوا على متن أوسبري تحطمت أثناء تدريبات لحلف شمال الأطلسي. موقع ميليتاري فاكتوري الأمريكي قال إن أوسبري هي طائرة عسكرية متعددة المهام، تجمع بين صفات المروحيات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة، وتستخدم في الإخلاء الطبي ونقل القوات الخاصة والبحث والإنقاذ، وتشغل في اليابان وأمريكا وإسرائيل فقط.